ما يحدث اليوم لقناة الحوار التونسي هي محطة جديدة من سلسلة استهدافات الحريات العامة والفردية. هذا أمر نأسف له، لأن يبدو أن المعتدين قد وضعوا السرعة القصوى أو قد ضاعفوها، ونحن لا نستبعد أن تحدث اعتداءات أخرى، لأن من يعتدي لأول مرة على الفنانين والمبدعين والإعلاميين ولا يطاله العقاب بالتأكيد ستكون له غزوات أخرى. وما حدث في الولايات الداخلية هذا الأسبوع لم يجعلنا نستغرب أن نجد أن قناة الحوار، هذه القناة المناضلة التي نضلت في عهد الدكتاتورية ولم ترهبها آلة القمع في عهد بن علي، ولن تثنيها هذه المحطة الجديدة من الاعتداءات بالتأكيد، لأن ثقتنا في زملائنا وزميلاتنا العاملين بها هي ثقة لا تطالها الحدود. ولكن هذا الأمر مخجل في حق السلطة القائمة الآن التي تسكت والتي تتعامل بمكيالين تجاه الاعتداءات التي تطال المواطنين والمواطنات. إنها تريد أن تجعل منا غصبا رعاية في هذا الوطن، ولكننا نقول لها أننا سنظل مواطنين ومواطنات وسنتمسك بالحريات العامة والفردية وسندافع عن حرية الإعلام. محطة جديدة في تدحرج البلاد إلى حالة من العنف، شيء هذا ما نعزلوش الاعتداء على مؤسسة صحفية، ما نعزلوش على شيء اللي وقع البارح في جندوبة واللي وقع في الكاف واللي وقع في المهدية واللي اليوم صباح شاب وقع الهجوم عليه وفتحوا له 14 غرزة في وجهه. هذا عنف، والعنف هذا واضح أنه فما جماعات أقلية تحب تفرض إرادتها على المجتمع بالعنف. هو في حد ذاته هذا مش مشكل، لأنه في جميع المجتمعات الدولة موجودة باش تتصدى لهذا الشيء منذ الأزل. الدولة توجدت باش تأمن الأرواح والأملاك. إذا كان اليوم في تونس الأملاك والأرواح ما عادش مؤمنة، الإنسان يتسائل على وجود الدولة. محمد الوليزي عن جريدة المسار العربي، جريدة تصدر في كامل أنحاء العالم العربي. اليوم معناها شاهدنا وتأثرنا بالوضعية اللي معناها قالت لها جريدة قناة الحوار. معناها الوضعية هذه مؤسفة جدا، والفعلة هذه معناها مستهدفة، واللي لاحظناه معناها كونها العملية مدبرة وراها أطراف معناها تحبت تمس بالإعلام بصفة عامة مش بالقناة معناها بصفة خاصة. واليوم نحن كصحفيين ونتوجه بنداء إلى الحكومة باش تتوقف وتضع معناها حد للانتهاكات اللي قاعدة معناها والممارسات اللي موجهة للإعلام بصفة عامة. أنا جيت اليوم وقت اللي سمعنا بالحادثة اللي تعرضت لها قناة الحوار التونسي كنقابة كتاب تونس للتضامن مع القناة ومع الإعلاميي القناة ضد هذه الهجمة الشرسة ضد حرية التعبير وحق الاختلاف. وأنا نحب في الحقيقة نوجه رسالة بسيطة للمعتدين ولكل من يتصور أنه يعني يجابه ويعني يكتم نفس الحرية، أنه راه هذا يعني طريق خاطئ في الحقيقة وجرب كثيرا، وليس في تونس فقط وليس في التاريخ الحاضر فقط، وإنما عبر التاريخ وفي كل الأوطان، والكلمة الحرة دائما هي التي تنتصر. نعبر على تضامننا في الاتحاد العام التونسي للشغل مع قناة الحوار على هالغزوة اللي تمت واللي هي جريمة نكراء تمس حق الإعلام، وفيها رسالة خطيرة ياسر تهدد جميع الأفواه تحب تكممها. ثم نزعة ظلمية تريد أن تحيل الصحافة والإعلام المكتوب والمسموع والمرئي إلى ظلام، هذا لا سبيل إليه، لابد من أن الناس كل تقاوم هذا. وعلى كل الأقلام الحرة والأصوات الحرة والكاميرات الحرة أنها تنتفض في أن المستهدف لم يكن الحوار التونسي في حد ذاتها، وإنما ما وراء الحوار التونسي هي الحرية. مبروك معشاوي مدير قناة إذاعية إذاعة الكاف. احنا نعبر ساعة اولا على تضامننا المطلق مع كل مؤسسات الاعلام ومع هذه المؤسسة الاعلامية قناة الحوار. نقول كيف ليس من الصدفة ان تستهدف هذه القناة لكونها قاعدة تمارس حيادية
وما ضوتش تحت هذه حزب وتحت اي لون ايديولوجي، لانها كشفت موقع في جندوبه، كشفت موقع في منوبه، موقع في الكف وفي غيرها من المناطق، فوقع عقابها. العقاب من مجموعات من هذا النوع ماهوش غريب في حد ذاته، لانه هي عندها عقيده جهاديه تكفيريه وهذا نعرفوه. اما الغريب هو صمت السلطه الحاكمه اليوم، المؤسسات الرسميه صامته، سياسيين ما سمعناش بيان تنديد، نسمع بيانات تنديد من جانب واحد عندما تتعرض حرك مقر حزب الى بعض تخريب، واحنا ندينوه هذا التخريب، وقت تتعرض مقر حزب حركه النهضه في احدى الجهات الى تخريب، وزير الداخليه ادان بنفسه، ولكن عندما تتعرض مؤسسات اعلاميه ضخمه بهذا النوع ويتعرض صحافيين الى الهرس اليوميه والعنف اليومي، فانه يقع الصمت.